بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين ذنوبنا جميعا، ما علمنا منها وما لم نعلم، ظاهرها وباطنها، دقها وجلها، خفيها وعلانيتها، برحمتك أرحم الراحمين. تبنا إليك وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على الطاعة فوفقنا لذلك، ما حيينا يا رب العالمين، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك، وإنا من المسلمين، توفنا مسلمين وأحينا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. ارحمنا وسائر المسلمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا رب العالمين بنبيك يا رب العالمين، فنبينا هو الرحمة، فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، بنبيك نستغيث، فأغثنا به صلى الله عليه وآله وسلم في دنيانا وفي برازخنا وفي حشرنا ونشرنا، وحتى لو دخلنا الجنة لا تحرمنا من فضله وعطاياه يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن وسائر المسلمين، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، وآمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عليك بالشيطان والدجال واليهود ومن والاهم، نجعلك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعزنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. الحديث 66، 7 أوامر و7 نواهي، يبقى 14 حكم فقه. النهارده في الحديث ده هناخد فيه 14 حكما فقهيا، فنتعلم بقى هذه الأحكام، فدي فرصة مناسبة إننا نتعلم أحكام ديننا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن 7. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. اتباع الجنائز، عيادة المريض، إجابة الداعي ونصر المظلوم، إبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. تاني، باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق وعن المياثر. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقصي والاستبرق وعن المياثر. طبعا في النواهي دي في أشياء منها خاصة بالرجال دون النساء، منها خاتم الذهب ده خاص بالرجال دون النساء، وكذا الحرير والديباج والقصي والاستبرق دول خاص بالرجال دون النساء، والمياثر وعن المياثر برضو خاص بالرجال دون النساء. كأن النساء في النواهي عندهم آنية الفضة بس، والباقي تكاليف الرجال، فلما تزيد تكاليف الرجال يكون ثوابهم أعلى. الستات يقول لك طب وشمعنا؟ طب ما احنا هناخدهم معانا، هنروح فين؟ هو كل واحد هيدخل الجنة هياخد مراته معاه،
وهياخد بنته معاه، وهياخد امه معاه، وهياخد اخته معاه، فما يقلقوش يعني. فاهم؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا من ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالحكايه سهله. لا انت مش هتستريح منهم، مش هتستريح منهم في الدنيا، لكن هتستريح معاهم في الاخره. لكن في الدنيا مش هتستريح منهم، عشان ربنا يكرمك بالصبر عليهم، هذه رحمه برضه. يقول المصنف، المصنف الامام ابن ابي جمره: ظاهر الحديث الامر بهذه السبعه المذكوره والنهي عن السبعه المذكوره بعد والكلام عليه من وجوه، منها هل الامر في الجميع على حد واحد من الوجوب او الندب، والنهي هل هو على حد واحد في التحريم والكراهه وليس كذلك. يعني احنا عندنا حاجه في القاعده من قواعد اصول الفقه يقول لك دلاله الاقتران في الامر غير لازمه في تساوي حكمه. خدت بالك؟ في الاوامر لا يلزم منها التساوي الحكم، الاقتران في الاوامر لا يلزم منها التساوي في الحكم، فقد يجمع بين الواجب والمندوب والايه والمباح، يقرن بينهم كلهم. زي ما يقول لك ايه: فكلوا ولا واتوا حقه يوم حصاد، فكلوا واتوا ايه حقه. الاكل ده امر للاباحه، وعطف عليه واتوا حقه يوم حصاد اللي هو الزكاه وهي واجب، فجمع وقرن بين المباح وبين الواجب مقترنين جنب بعض. في الأوامر دلالة الاقتران لا يقتضي منها التساوي في الحكم، فقد يجمع بين الواجب والمندوب والمباح. واضح؟ أما في النهي فدلالة الاقتران فيه ملزمة بالتساوي في الحكم. في النواهي لما يقول نهيتك عن كذا وكذا 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 يبقى الكل حرام، لكن يقول امرتك بكذا وكذا 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 تبتدي تميز في الاوامر، هتلاقي ممكن يامرك ببعض الواجبات ويجمع عليها بعض الايه؟ بعض المندوبات، ويدي لك بعض المباحات على سبيل ايه؟ النصح والارشاد. فادي كلام الشيخ اللي عايز يقوله لك يعني. يبقى امرنا بسبع، هتلاقي في وسط السبع دي بعضها واجب وبعضها مندوب. خدت بالك؟ فهنشوف كده. زي اتباع الجنائز ده بالاجماع مندوب مش واجب. خدت بالك؟ اتباع الجنائز ورد السلام ده بالاجماع واجب، عياده المريض بالاجماع مندوب مش واجب. فهمت؟ تشميت العاطس بالاجماع مندوب وليس واجب. خدت بالك؟ فجمع لك بين بعض الواجبات على بعض المساواه امرنا بها، فالامر قد يقتضي الامر بالندب والامر بالوجوب. ففي عند الاوامر، وعشان كده الرسول ايه؟ قال اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، يعني اعملوا الواجب الاول. وبعد كده لما تستوفوا الواجبات تبقى اعمل المندوب. عشان كده قال فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم. طب وفي النواهي؟ قال ايه؟ وما نهيتكم عنه فانتهوا. كل بقى انتهي عن الكل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. في النواهي قال ايه؟ فانتهوا مما استطعتم. والألف انتهوا من الكل، ألف انتهوا من الكل. خدت بقى؟ يبقى دلالة الاقتران في النهي ملزمة، ملزمة يعني ايه؟ تدل على التحريم. أما دلالة الاقتران في الأمر فغير ملزمة، يعني لا تدل على الوجوب. فقد وقد. فهمت الحتة دي؟ دي نقطة هامة مهمة. زي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، العدل ده واجب والإحسان سنة، وإيتاء ذي القربى أدب من الأدب. واضح؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء حرام والمنكر حرام والبغي حرام. فدلالة الاقتران في النهي يدل على التحريم، وفي الوجوب ما يدل في الامر لا يدل على التساوي في درجة الحكم. فقد يجمع بين الامر والواجب والمستحب. دي مهمة قاعدة تبقى في ذهنك تعرفها. فالجواب
إما ما أمر به ففيه ما هو على الوجوب وفيه ما هو على الندب مما قد تقرر من خارج وإما نفس الأمر، يعني من خارج يعني بدليل آخر غير الحديث ده، نعرف أن بعض الأوامر دي مستحبة مش وجوب، فهي تقرر من خارج يعني بدليل خارج عن هذا النص. وإما نفس الأمر يعني إيه؟ إن هو حقيقته للندب أو للوجوب، فإنه على الاختلاف المعلوم بين العلماء، ونحن الآن نذكرها واحدة واحدة لنبين فيها الوجوب من الندب. هيجيب لك السبعة المأمور بها عشان يبين لك إيه الواجب اللي فيها وإيه المندوب. فقوله باتباع الجنائز قد تقرر من قواعد الشريعة أنه من المندوب، ولا أعرف أحدا يقول فيه بالوجوب، لأنه جاء وصف الأجر لمن تبعها حتى دفنت، وليس المقصود نفس الاتباع ليس إلا، وإنما جاء من اتبعها حتى حضر دفنها فله قيراط من الأجر، كما جاء في الذي يصلي عليه سواء، وهو في التمثيل مثل جبل أحد، القيراط ده مثل جبل أحد. ولم يجيء في من ترك المشي معها وعيد، وهذه صورة المندوب، وهو أن يكون لفعله ثواب وليس على ترك عقاب، اللهم إلا أن لا يكون للميت من يصلي عليه ولا من يحمله إلا الحاضرين في ذلك الوقت، فهو حينئذ فرد قد تعين عليهم وأثمون بتركه. لأن لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الجنائز وعدنا فيها بثواب، ولم يبين أن من خالف ذلك عليه عقوبة، فده حقيقة المندوب، المندوب فاعله يساب وتاركه لا يعاقب، فيبقى حقيقته كده. وبالتالي لما قال لنا اللي يصلي على الميت هياخد قيراط من الأجر، لكن ما قالناش اللي مش هيصلي على الميت هيروح النار، خدت بالك؟ يبقى مش هيتعاقب يعني، يبقى طالما لم يحدد له عقوبة يبقى معناه لا يأثم تاركه، ودي حقيقة المندوب، يساب فاعله ولا يأثم تاركه، بخلاف الواجب يساب فاعله ويأثم تاركه. فهمت بقى ازاي؟ لكن امتى صورة نادرة ان ممكن يبقى اتباع الجنازة والصلاة عليها واجبة؟ لان ما كانش موجود الا المجموعة دي، مش موجود الا اربعة نفر بس، وفي ميت مسلم، وفيش الاربعة نفر، يبقى واجب عليهم حمل ودفن الاربعة، خدت بالك؟ تعين عليه، فلو تركوه ما دفنوش ولا حملوه يأثم، لان مفيش غيرهم، والصورة دي نادرة، ويجب وما لو واحد مات وما فيش الا واحد بس معاه، وجب عليه ان هو اللي يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه مكانه، مش مهم يحمله، يدفنه مكانه، يروح حافر حفره كده ودفنه ومعلم علامه انها قبر، ويكتب قبر مسلم، شرط يكتب اسمه ليه؟ عشان الناس ما تجلس عليه ولا تبول عليه ولا تصلي فوقه، خدت بالك؟ بس وخلاص. ده لو كان ايه مفيش غيرك انت بس ومعاك واحد ميت ومفيش غيركم مسلمين في المنطقه، هتعمل ايه؟ متعرفش تحمل حته مقطوعه. طب افرض انت في مكان مفيش حد معاك يحمله، لكن تستطيع انك انت تتصل وتجيب عربيه تاجرها وتحمله لاماكن القبور، وجب عليك انك تجيب العربيه وتتصل وتنقله ويحمله السياره وتدفع اجرته، لكن في حته مقطوعه في غابه من الغابات في صحراء من الصحراء، يبقى خلاص غسله وكفله، ما فيش ميه، ما احنا في الصحراء، يممه، يبقى ييمم اذا فقد الماء، ويلفه يستره بثوب، سواء طبقه واحده طبقتين ثلاثه ما يفرقش، المهم يستره يلفه يلفلفه خلاص، وبعدين يحفر ويدفنه في المكان اللي. ويعلم بحجر، ولو معاه وسيله للكتابه يكتب قبر مسلم، علشان ايه؟ ما حدش يقعد عليه ولا ايه يطول، سهل الحكايه. لكن هذه الاحكام الصور نادره، والنادر لا حكم له، ويبقى الاصل ان اتباع الجنازه والصلاه عليها ده سنه مندوب. وكذلك عياده المريض من قبيل المندوب ايضا، لانه عليه السلام قال من عاد مريضا خاض في الرحمه، فاذا قعد عنده استقرت الرحمه فيه، لكن ما قالش من لم يعود المريض يدخل النار او رتب عليه عقوبه معينه، ما قالش، يبقى دليل ان ايضا عياده المريض مندوبه وليست واجبه. اللهم الا ان لا يكون له من يمرضه، لو مريض بقى وماليش من يمرضه الا هو ده انت بس، تعين عليك بقى تمريضه، فهمت؟
ويسقط عليك حتى صلاة الجمعة طالما مشغول انت بتمريض مريض لا يوجد من يسمعه غيرك، يبقى ما عليكش صلاة جمعة، صلي دور، وما عليكش صلاة جماعة، صلي جنب. شوف قد ايه، لانه مفيش غير تخدمه، فاهم؟ زي ما بيحصل ساعات الاطباء، تبص تلاقي يبقى الواحد مستعد في المستشفى. زمان لما كنا نواب ونقعد حوادث بنستعد بقى يوم الجمعه وفرحانين ونروح نصلي الجمعه، تبص تلاقي نازلين هنروح على الجامع نصلي، دخلت حادثه او حوادث، ثلاثة أربعة مصابين، خلاص ما عليناش جمعة، نروح نصلين الظهر ونشتغل فيهم. وربك يكتب لنا ايه؟ صلاة الجمعة بسيطة يعني، مش تسيبه بيتخنق وينزل تقول له معلش عشان حصل لي جمعة. دين ايه ده بقى؟ زي اللي يوقف الشارع اللي فيه المرور يقول لك حصل لي التراويح، صلي تراويح الشارع وتوقف المرور وبيهتفوا هتافات جماعية وينهوا عن الذكر الجماعي. شيء عجيب الشكل، تناقضات غريبة الشكل. يقولوا لستاتهم لما تخشوا الجامع اوعوا تدخلوا من باب الرجال، ويبيتهم في الشارع من اجل الشرعية. اي شرعية دي؟ حاجة غريبة، بيقولوا لستاتهم في الشوارع ويعلقوا غياراتهم الداخلية كده في الشوارع وينشروها، وبعدين يقول لك شرعية. أي شرعية هذه؟ أي دين أمرك بهذا؟ أي فقه إسلامي أمرك أنك أنت تعيش في الشوارع وإيه وتمنع حركة المرور وتتبول وتتغوط في حدائق البيوت وتؤذي الناس ومداخل العمارات، ويخبطوا على بعض البيوت الستات اللي بايتين في الشوارع يستأذنوهم عشان يخشوا دورة المية؟ طب ما تروحي بيتك. حاجة غريبة أوي. بيقولوا لنا كده الناس اللي في بيخبطوا عليهم الستات، ممكن ندخل معلش حمام؟ طب ده اسمه كتاب السيد بيتك ليه؟ وقعد يقول لهم جهاد، انفروا خفافا وثقالا. الله، هو في ابو لهب هنا في مصر؟ وانتوا هتدخلوا الاسلام من جديد؟ بتجاهدوا في مين؟ في عدو غير موجود؟ ده خلاف سياسي في طريقه اداره الدوله، بس الحكايه كده مش كفر وايمان يعني. ندير الطريق البلد بالطريقة دي ولا بالطريقة دي؟ دي حكاية بطريقة بس وخلاص. الناس تعبت من طريقة إدارتكم، وقفتوا الناس تأجير على البنزين وقطعتوا عليهم الكهرباء وخنقتوهم. فطريقة إدارتكم الناس مش متحملة ببساطة. هاتوا ناس بقى يوفروا لهم البنزين ما يقطعوش عليهم الكهرباء، ويوفروا لهم فرص عمل وخلاص. هي مسألة طريقة إدارة البلد، مش خلاف بقى كفر وايمان وشرك ومش عارف ايه وبتاع. يا رب خدهم وزلزلهم، قاعدين يدعوا على مين؟ يدعوا على اولادهم واخواتهم. فشيء عجيب الشكل. فربنا ينجينا يا سيدي. والعجيب ان فيهم عمم ازهريه ولحى ازهريه. حاجه غريبه. ازهر ايه ده بقى؟ عشان تعرف ان الازهر بقى مخلط، في ازهر اصلي وازهر تايواني، فتجنب الازهر التايواني. الازهر التايواني هو الازهر غير اصلي المستورد اللي جاي لنا من نجد، ما نعرفوش ده. ففي ناس اتخرجوا من الازهر وراحوا اشتغلوا هناك في نجد، فتاثروا بالفكر بتاعهم ورجعوا متاثرين بهذا الفكر. فتتجنبهم وانت بتدرس في الازهر، تعرفهم كده وتعلم على اردن عشان ما تاخدش منه العلم، لان هذا العلم مشبوه. فهمت؟ مش بتاعنا ده، ولو لبس عمة أزهرية. فيبقى عندنا في الأزهر دلوقتي بقت عمتين، عمة أصلي وعمة تايواني. فعليك تتجنب الأزهر التايواني. التايواني دي مفهوم قطع غيار السيارات. ساعات لما تجيب قطع غيار سيارات تقول لك دي أصلي أو دي تايواني، مش كده بيقولوا كده يعني. فربنا ينجينا يا سيدي. وأما إجابة الداعي فليس على عمومها. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك وإجابة الداعي، ففي إجابة للداعي ممكن تبقى واجبة، ممكن إجابة للداعي تبقى مستحبة، ممكن إجابة للداعي مباحة، ممكن إجابة للداعي مكروهة، ممكن إجابة للداعي حرام. واخد بالك؟ يبقى أكيد إجابة الداعي دي بقى تحتاج إلى فهم. متى تكون واجبة فأجيب على الوجوب، ومتى تكون مستحبة فأجيب لأخذ الثواب،
ومتى تكون مباحة فلي الاختيار، ومتى تكون مكروهة فإن تجنبتها أسبت وإن فعلتها لا أعاقب، ومتى تكون حرام بحيث أتجنبها ولا أهلها. فدي مسألة بقى عايزة يفهم شوية في إجابة الداعي. فليس على عموم، يعني هم الوقت بيدعوك لإفطار جماعي في ميدان التحرير، يدعوك لإفطار جماعي في ميدان النهضة، يدعوك في إفطار جماعي في رابعة العدوية. فهل بقى نقول إن إجابة الداعي ده أمر مطلوب ولا لا؟ نشوف الدعوة دي تؤدي إلى إيه. تؤدي إلى فوضى والمكس في الشوارع والتبول والتلوث في الشوارع وإيقاف حركة المرور وقطع الطريق على الناس وكثرة التزاحم واشتباك الناس، وتنتهي في الآخر بجرحى وقتل. يبقى اللي يجوب الدعوة دي بحرام، لأن ينبني عليه محرمات. يبقى اللي يدعو للمليونيات ويوزع عليك وجبات جاهزة علشان يفطرك، إجابته حرام. لماذا حرام؟ لأن ينبني عليها محرمات كثيرة. واضح؟ لكن اللي يدعوك على فرح بنته ولي ما تعرس هنا واجبة بقى عشان تجبر بخاطره. اللي يدعوك على مجرد مأدوبة عاملها علشان ايه؟ محبة، صداقة، فدي يبقى مندوبة، لأن التصادق والتود والتراحم ده شيء مندوب إليه. واللي يدعوك إنك أنت يعني تيجوا كده تجتمعوا على الطعام عشان تناقشوا مسألة من المسائل، فدي بقى مباحة. حبيت أنت المسألة دي من متعباك تروح، المسألة دي أنت حاسمها ما تفرقش معاك، مش مهم ما تروحش. سهل. بيدعوك لمجلس في بعض اللغو فيبقى مكروه، شغلوا شويه مزيكا، شغلوا مش عارف ايه ده، يبقى كده دي مكروه، لان المزيكا والحاجات دي لغو. لا، بيدعوك بقى وهتبقى في رقاصه وهيبقى قاعده حلوه وهيوزعوا بقى حشيش وبانجو ومش عارف، القعده تبقى جميله، او جايب لك مال حرام وهو بيدعوك ليه من مال حرام، يبقى انا حرام تروح تجيب، وهكذا. يبقى لازم الانسان يكون عنده تمييز، يكون عندك فهم وتمييز، خد بالك. واما اجابه الداعي فليس على عمومها، فمنها فرض ومنها مندوب ومنها مكروه ومنها حرام. فاما الواجب منها فهي التي للنكاح، لقوله عليه السلام: من لم يجب الدعوه فقد عصى ابا القاسم. لكن بشرط. امتى تبقى واجبه في النكاح؟ الا يكون فيه لهو محرم شرعا، يعني ما يبقاش فيه رقاصه، واخد بالك ازاي، ولا في خمر ولا في مخدرات ولا في الكلام الفارغ اللي بتحصل في بعض الافراح، عشان يبقى واجب. فان كان فيه محرم شرعا فاتيانها حرام. واما المندوب فمثل الرجل يعمل الطعام لجميع الاخوان وادخال السرور عليهم، بس لمجرد انه عايز يدخل السرور على الناس، يبقى ده مندوب لك انك انت تجيب ولك الا تجيب. او طعام الحذاق، كان في طعام زمان يعملوه لما الوالد ابنهم يختم القرآن يفرح، يقوموا يعملوا ايه؟ وجبة كده عشان الولد حذق القرآن. حذق القرآن يعني صار ماهرا بالقرآن، فالناس تفرح ان ابنهم حافظ القرآن، يقوموا يعملوا وجبة ويعزموا الأقارب والجيران والأحباب وأصدقاء ابنهم اللي كانوا بيحفظوا معاه القرآن، ويلبسوا العمة، واخد بالك، ويبقى عيل صغير كده يلبسوه يفرح، ويلبسوه الجبة بتاعته ويعملوا له جبة على مقاسه طفلة كده عشان يحسسوا انه بقى شيخ كبير وبتاع، وممكن كمان يخلوه يخطب الجمعة مرة كده عشان يحسسوه انه صعد المنبر، يحسسوه بمسؤولياته. دي كانت وسائل تربية كانت زمان بيعملوها أجدادنا، لما أولادهم يحفظوا القرآن يعملوا معاهم كده. والطعام اللي بيودوه الناس ما هي طعام الحذاق، فده برضه مستحب. ليه؟ لأنه في إدخال السرور، وتاخد أطفالك معاهم يقوموا يشوفوا الطفل اللي حافظ القرآن يقوموا يغيروا ويبتدوا يبقوا عايزين يبقوا زيه عشان يتعمل لهم حفلة زيه، وهكذا، والحياة تستمر. أو ما أشبهه، بشرط ألا يكون فيه برضه محرم ولا مكروه. فإن كان فيه له محرم أو مكروه، قاعدين يشربوا الشيشة والجوزة ووزعوا سجاير، ده حاجات محرمة تاني، ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ أو مكروه، كان المشي إليه على نحو ما كان فيه من الكراهة والتحريم. فلو كان مكروه يبقى المشي إليه مكروه، ولو كان حرام يبقى المشي إليه حرام. وأما المحرم فمثل طعام الرشاء للحكام وما أشبه،
يعمل لك واجبة ويعزم فيها ايه الحاكم علشان يجيب له وظيفة لابنه او يدي له حق مش بتاعه. دي بقى ده شكلها رشوة مقنعة، دي يبقى ده كده حرام. واما المكروه فمثل ما يكون من الأطعمة الجائزة والمقصود بها الفخر والخيلاء. ممكن يبقى الطعام مباح وكل حاجة، لكن هو بيتباهى علشان يقول يا شفت ده كان عامل لنا أكل غريب الشكل ما شاء الله، إيه ده؟ يعني أنا مرة كان جه الحبيب علي هنا زمان في الثمانينيات، وإحنا أيام ما كنا في قايتباي سنة كام؟ حوالي 96 97 في الفترة دي. وبعدين إيه مرة دعوني، كان يحب أغنياء مصر بقى يدعو الحبيب علي وبتاع، تبص تلاقي السفرة معمولة ببذخ ينرفز. فأنا بطلت، رحت مرة واحدة بطلت، وبعد كده قلت للناس قولوا للحبيب علي الأحسن يبقى دعوته في المساجد روحش البيت. أغنياء بقى يعملوا طعام بقى إيه بذخ، درجة يحط لك سفرة مش عارف كلها سفرة كده دول بشر، كلها جمبري. الجمبري قد كده الكيلو منه كان ب 300 جنيه ساعتها، يعني بس السفرة دي صنف واحد كده جايب حوالي 30 40 ألف جنيه نوع واحد، وبقيت الأكل لما الواحد بقى مش عايز ياكل حاجة قرف، يعني عارف البذخ اللي يخليك بقى إيه تقرف. وفي الآخر يقول لك إحنا هنقعد بعد كده نسمع وعظ، وعظ إيه ودين إيه اللي بيقول لك دين إيه ودين أبوك اللي قال لك تعمل كده، فين النبي وفين الزهد، حاجات التبست الامور، فدي حاجه قرف. فهمت بقى؟ فالواحد حقه يعني يتجنب مش لازم. فالبذخ الزائد ده ولو كان مباحا البني ادم اللي على فطرته يقرف منه يعافه كده، ولو كان حتى فلوسه حلال، حتى ولو كان رجل اعمال وفلوسه حلال وتعمل، بس ما تعملهاش كده، ده ربنا هيسالك فيما انفقت وعملوا المباهلة ليه، علشان أصله كان عازمينه في قصر بتاع واحد تاني صديقه فعمل كذا، فازاي هو ما يعملش زيه أكتر منه، فدخلت بقى منافسة مباهلة، فما ينفعش. فاحنا عملنا ايه؟ رحنا عازمين الحبيب علي في مسجد قايتباي، وزعنا فتة أيام زمان لما واخد بالك ازاي، وخلاص الفتة حلوة طعام عادي شعبي كل الناس بتاكله وبقوا جميلة وخلصنا على كده. وعزمناه في مسجد بدل ما نعزمه في بيت وكل واحد يتباهى، ده بيته فيه فراش مش عارف ايه وعنده ستاير ايه وعنده حشم ايه وكم اوضة وعشرين اوضة واربعين اوضة وكذا دور، الكلام ده كله طلعه من قلبك، طلع الكلام ده كله من قلبك. وعلى شكرا بيقول لك ايه، فمثل ما يكون من الاطعمة الجائزة يعني هي مباحة والمقصود بها الفخر والخيلاء، مفيش داعي بقى. فكما قيل شر الطعام طعام الولائم، يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء، وطعام الوليمه اذا اجبت بتلك الشروط التي ذكرناها اولا انت في الاكل بالخيار. حتى لو جاوبت بقى ووصلت ولقيت الحكايه كده مش شرط تغلف وتاكل، اقعد قرفان وخلاص انك ماشي، يعني مش شرط كمان تجاوب تاكل لما تلاقي المنظر كده، خدت بالك؟ وما ليس فيه من الأطعمة وجه من وجوه القرب ولا المحرمات ولا المكروهات فهو من قبيل المباح، من شاء أتى ومن شاء لم يأتي. واحد بيعمل طعام عادي بلا تكلف وبيحب يطعم الطعام، فأنت مباح لك أنك تروح تاكل عنده أو ما تاكلش لك سهلا، لأن لا فيها مباهاة ولا خيلاء، وهو يريد أن هو إيه ياخد ثواب إطعام الطعام وجمع القلوب على الطعام والحاجات دي، ما فيهاش مشكلة. فقوله هنا وإجابة الداعي عام والمقصود به الخصوص وهو ما كان منها واجبا أو مندوبا كل واحد على بابه. وأما نصر المظلوم، وقال لك ونصر المظلوم ده أمر برضه فواجب، لقوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصر الظالم رد عن الإيه؟ عن الظلم، أدي نصر الظالم، تنصر الظالم زي أنك تكفه عن الظلم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروا ولم تأخذوا على يديه يوشك أن يعم الله الكل بعذاب. وأما إبرار القسم فواجب، لقوله عليه الصلاة والسلام حق المؤمن على المؤمن أن يبر قسمه،
حق المسلم على المسلم ان يبر قسمه اذا اقسم، بس بشرط يقسم على حاجه مباحه او واجبه، لكن ما يقسمش على حاجه حرام. يقول لك والله يا شيخ لو كنت بتحبني ما تصلي النهارده. يبقى هنا بقى بر قسم، القسم ده حرام. لو بريت قسم يبقى حرام. يقول لي والله يا شيخ ما تصوم رمضان السنه دي، ما ينفعش. لكن لما يقول لي والله تاكل السندوتش ده ما تاكلش السندوتش ده، اشرب البتاع اللي ما شرب، يبقى دي ما يجراش حاجه، بر قسم وخلاص. في الامور المباحه بر قسم عشان تتفق. لكن يقسم على حاجه محرمه يقول لك والله يا شيخ لا تاكل السيجاره دي، تقول اه الرسول امرنا بابرار قسم هذا. ما ينفعش يا استاذ كده، انت مش فاهم الدين. يبقى ده دين ودين ابوك ما ينفعش. انت ازاي؟ فالجماعة اللي هم ايه في رابعة دول حقنا نروح نقول لهم دينك ودين ابوك ما قالش كده. اه والله دي الحقيقة، ما قالش انك تبات في الشارع وتقعد مش عارف ايه وتعمل كده. فأي دين هذا الذي امر بهذا؟ منكر ويخلوه شرعية. شرعية اي شرعية هذه؟ عشان تعرف الامور، بدأ الاسلام غريبا ويبدو غريبا كما بدأ. طب وليه ما بتتكلمش على بتوع التحرير؟ ما احنا معترضين برضه، بس بتوع التحرير بيقولوا عليهم ليبراليين ومش حافظين احكام الدين ومش مربيين دقونهم، فدول نروح نعلمهم. لكن انتوا بقى اللي عاملين الدعاة والمفكرين والسلفيين والاسلام هو الحل بقالكم 40 سنه تقولوها، عشان كده احنا بنقصوا عليكم، لان انتوا اللي خدتوا هذا الشعار وانتوا ابعد ما تكونون عنه في تطبيقه. فهمت؟ لكن احنا برضو بتوع التحرير مش مبسوطين، هو برضو غلطانين يعني، مش معاهم يعني. احنا اعتزلنا الفرق كلها، ده مذهبنا، لان لا يوجد رجل رشيد في الحقيقة، فلا المعارض حكيم ولا المؤيد حكيم. فربنا ينجينا. واما ابرار القسم فواجب لقوله عليه السلام حق المؤمن على المؤمن أن يبر قسمه، وليس أيضا على عموم، لأن القسم بحسب ما يقسم عليه، فإن أقسم على واجب فإبراره واجب، وإن أقسم على حرام فإبراره حرام، مثل أن يقسم شخص على آخر أن يأكل في رمضان أو لا يصلي يومه وما أشبه ذلك، وإن أقسم على مكروه فإبراره مكروه، كمن يقسم على من هو صائم صوم تطوع أن يأكل على مذهب من يرى أن أكله مكروه فيكون إبراره مكروها، وأما على مذهب من يرى أن أكله لا يجوز فيكون إبراره لا يجوز، كما قال ابن حبيب من أصحاب مالك رحمه الله في أنه إذ حلف عليه يحنثه ولا يجوز له إبراره. لأن في مذهبين في المتطوع، هل يجب عليه الإتمام ولا يستحب له الإتمام؟ مذهبان. فلو حلف عليك أنك تفطر وأنت في صيام تطوع، إذا كان مذهبك وجوب الإتمام يبقى يحرم، وإذا كان مذهبك استحباب الإتمام يبقى يكره أنك تبر. تبارك على حسب المذهب بتاعك. والشافعية عندهم في المتطوع يستحب له الإتمام ولا يجب عليه، ده مذهب الشافعية. وإن حلف بالطلاق والعتاق وصوم سنة وما عسى أن يغلط من الإيمان فإنه يحنث. يعني أقول لك حتى علي الطلاق، مراتي طالع مني لو ما شربت السيجارة دي، تقول مش هشرب طلق، يلا على بركة الله طلقها يلا مع السلامة. حبيبي انا علشان ما يطلقش مراته اعمل انا حرام؟ ما ينفعش. فاهم؟ قول له طلع على بركه الله، خليها تستريح منك، اصلا اتجوزت السفيه. وان حلف بالطلاق والعتاق وصوم سنه وما عسى ان يغلط من الايمان فانه يحنثه ويتم صوم يوم فيكون ايضا مثل الذي قبله، من مثل الذي قبله اللفظ عام والمقصود الخصوص، مثل الذي قبله يعني اللي هو ايه؟ اجابه الداعي يعني. لفظ عام ويرد به الخصوص. زي برضه ابرار القسم، لفظ عام ويرد به الخصوص. واما رد السلام فواجب لا خلاف اعرف فيه. واما تشميت العاطس فمؤكد مطلوب على ما ذكره العلماء، سنه مؤكده تشميت العاطس اذا حمد الله. وان لم يحمد الله لا تتوجه له السنه. فلك أن تذكره، فإذا حمد الله تقول له إيه؟ يرحمك الله. وأما المنهي عنه فجميعه حرام، يبقى شفت بقى درجة واحدة في النهي.
يبقى النهي الدرجة فيه الحكم فيه واحد كله حرام. أما آنية الذهب فقد قال صلى الله عليه وسلم في الذي يشرب فيها كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هو الحديث هنا آنية الفضة بس في الشرح على آنية الذهب. هي آنية الذهب والفضة حرام استعمال آنية الذهب والفضة بما فيها المعلقة والشوكة الفضة الحاجات دي حرام استعمل. كان عن المصريين عندهم دولاب يسموه دولاب الفضية يجيبوا شوك فضة كان زمان أيام كانوا ماشيين يعني مع إيه النظام القديم كانوا يعملوا حكاية الأسر الغنية يجيبوا لأولادهم وبناتهم طقم فضة شوك وسكاكين ومعالي أو ده يحرم اقتناءه ويحرم استعماله. خدت بالك؟ فالحمد لله إن الناس افتقرت ما بقتش تجيب الحمد لله على نعمة الفقر فبقوا دلوقتي يجيبوا إيه ستيل ويجيبوا حاجات من النعمة الحمد لله طلعنا إيه فبقى إيه دولاب الإيه ما بقاش الفضية بقى نسميه إيه دولاب ستيلس صيني سميه الصيني سميه أي اسم. لكن أنية الذهب والفضة حرام استعمالها ويحرم يحرم استعمالها ويحرم اقتناءه كمان يعني يحرم كمان يشيله عنده. طب يعمل فيه ايه؟ يبيعه ويبيعه بالوزن ما يبيعوش على انه شوك ومعالي وسكين يبيعه بالوزن وياخد وزنه خلاص ياخده بقى السائق يسيحه ويعمل منه بقى ايه؟ حلية يعمل منه اي حاجة واضح؟ واما التخطب بالذهب وطبعا آنية الذهب والفضة الحكم فيها للرجال والنساء سواء انما الحلي الذهب ده خاص بالرجال دون النساء يحرم على الرجال دون النساء. واما التخطب بالذهب الحواني اللي هي بتستخدم في الاكل بس يعني حاجات للزينه او كده يعني لا حتى وكتل الزينه ما يبقاش على هيئه اناء. واما التخطب بالذهب يعني نجيب لك مثلا ايه فازه ذهب فازه فضه حرام خدت بالك كل ده ما ينفعش. وأما التختم بالذهب ولبس الحرير فقد قال عليه الصلاة والسلام فيهما هذين حرام على ذكور أمتي والدباج والاستبرق نوعان الحرير. وأما القسي فثياب منسوبة إلى تلك البقعة وهي من الحرير. في مدينة في صعيد مصر اسمها قس كانت بتصنع حرير أيام النبي وتصدره لأراضي الحجاز فيسموه ثوب قسي نسبة للمدينة المصنوع فيه. فالنبي نهى عن القسي لأنه كان مصنوع من حرير مصر كويس من مدينة في صعيد مصر. وكذلك المياثر والمياثر دي هي ثياب من حرير كانوا يجعلونها على دوابهم. المياثر دي عبارة عن مفرش حرير يحطه على البردعة بتاعة الحمار أو على السرج بتاع الفرس أو على الرحل بتاع الجمل ويجلس عليه. مفرش حرير كده اسمه مياثر نهى النبي عنها ما تجلس عليه. وفي أحاديث عن الأرجوان هناك في أبي داود سنن أبي داود وهناك في الترمذي الأرجوان لأن كانت بتتعمل لونها أحمر صافي لونها أحمر صافي مياسر الأرجوان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ كانوا يجعلونها على دوابهم بعضها من تحت الرحال فالمنهي عنه أشد من المأمور به لأن المنهي عنه كله حرام كما ذكرنا والمأمور به أخف لأنه فيه المندوب والواجب. ولأجل هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فلا تقربوا. يبقى في النهي ما تقربوش كله وفي الأمر ائت منه ما استطعت يعني اعمل الواجب الأول فإن استطعت أن تنتهي من الواجب وتدخل في المندوب يبقى لا بأس. ويظهر من الحكمة في أمره عليه السلام باتباع الجنائز وما بعده المذكور في الحديث وقوله في الحديث الذي أوردناه ما أمرتكم إلى آخره أنه كل ما فيه خير لأمتي أمرهم به من أجل ما فيه من الربح العظيم. فكان هذا تصديقا لقوله عز وجل في حقه عليه السلام وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله عليه السلام فأتوا منه ما استطعتم معناه ليس كله عليكم بواجب والواجب أيضا ليس هو الأعلى والواجب أيضا ليس هو إلا على قدر الطاقة والاستطاعة. فكأنه عليه السلام يقول ما كلفتكم بالحكم اللازم إلا بقدر الاستطاعة. ومما يؤيد هذا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس المفهوم من هذا أن تأخذ من الأمر ما تشتهيه نفسه وتترك منه ما لا تشتهيه. لا يفهم هذا عامل يعرف أن الاثنين أكثر من الواحد أبدا.
يعني ما يفهمش كده البني آدم بالبداهة يعني، إلا أن يكون الهوى قد غلب على قلبي، وقوله ما نهيتكم عنه فلا تقربوا، في لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن المحرم، وهذا النهي نهي لزوم، ولهذا المعنى قال عليه السلام اتق محارم الله تكن أعبد الناس. عارف تبقى أعبد الناس إزاي؟ مش إنك تصلي 20 ركعة أو تختم القرآن كل يوم في ركعة أو تحج كل سنة أو تبني مساجد، ده أعبد الناس تتقي المحارم. يعني عشان تبقى أعبد الناس بالترك، إنما مش تقعد تعمل طاعات كتيرة وأنت متلبس بحرام كتير. تقول لي أنا عابد، عابد إيه؟ لا يقبل الله عبادة من إنسان متلبس بمعصية. فهمت؟ إذا قارنت المعصية الطاعة ضاع الثواب وضاعت إيه صحة العبادة على مذاهب كثيرة من الناس، زي اللي يصلي في ثوب مغصوب على ارض مغصوبه في الطريق العام يقطع الطريق، كل ده تلبس ويتوضى بميه الميه بتاع العموميه بتاعت الحكومه وما بيدفعش اجره، ما هو اصل لما قعدوا في الشارع لقوا ايه؟ وفروا استهلاك الكهرباء في بيوتهم وما بقوش محتاجين البيت يدفعوا الايجار، فاللي هو اوفر فعاشوا في الشارع ما ينفعش كده، واصبح استهلاك الماء غير منضبط فما يعرفش يدفع فاتورة مية، فأصبح يتوضى بماء مغصوب. شفت بقى المصيبة؟ فما ينفعش تتوضى بمية مغصوبة وضوءك يا آثم، ولو صليت بيه صلاة مش مقبولة. فما ينفعش تبقى إيه العبادة مقترنة بالمحرم، ما ينفعش. فتاخد بالك من حتة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقي محارم الله تكن أعبد الناس، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم نهي وليس بحرام وليس بمناقض لما ذكرناه آنفا، ومن أجل ذلك تحرزنا بقولنا نهي لزوم، لأن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من النهي ومع النهي قرينة يفهم من الكراهية والشفقة، أو وجد ما يخرج من أن يكون جزما، فليس من الذي قررناه بشيء كنهي عليه السلام عن الوصال. يعني النبي أحيانا نهانا عن بعض الأشياء شفقة علينا، فيبقى النهي ده مش للتحريم، ده نهي شفقة، زي ما نهانا عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي، وما أشبع علم بقرينة الحال أنه نهي شفقة. وزي لما أمرنا كده مثلا إن إحنا لا نقف له إذا دخل علينا، لا تتمثلوا لي قياما، فده نهي تنازل عن حقي، فإحنا ما نتنازلش، لا أما يدخل هنوقف، بالرغم إن قال لنا ما توقفوش، لأن ده نهي تنازل عن حقي صلى الله عليه وسلم. فكونه يتنازل عن حقي، انت ممكن تقبل تتنازل او ما تقبلش، خدت بالك ازاي؟ وهكذا. عشان كده كان سيدنا حسان بن ثابت لما النبي يدخل ويروح واقف يقول له اما الم انهاكم، ويبتسم له يعني مش غضبان منه، قال عجبت لمن يرى هذا الجمال ولا يتمثل له وقيف، فالنبي ينظر ويبتسم، فدل على ان النهي كان من اجل التنازل عن حقي الشريف لامتي. وإنما مرادنا هنا أن يكون النهي بقرينة يستبين فيها الوجوب أو ليس له قرينة أصلا، فإذا لم يكن له قرينة أصلا فحكمه حكم الذي له القرينة، وقد دلت على الوجوب بخلاف الأمر، لأن الأمر إذا ورد ولم يكن له قرينة لا في لا من نفس الشيء ولا من خارج فيه أربعة أقوال كما تقدم الكلام فيه غير مرة، يعني يبقى أحيانا للوجوب وأحيانا للإباحة وأحيانا للمندوب وأحيانا للنصح، فتحتمل الأوامر تحتمل حاجات كتير. وفي الحديث حجة لمن يقول من المتكلمين إنما صيغة الأمر بذاتها تقتضي إدخال شيء في الوجود ليس إلا، وما زاد على ذلك يستقرأ من مواضع أخرى يؤخذ ذلك من كون الأمر يدور بين واجب ومندوب. وفيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون إن أمر الآمر يقتضي الامتثال على أي حالة كان، وإنما على العبيد امتثال أوامر الموالي ليس إلا، ثم إنهم يزيدون على ذلك أنهم يرون أمر الموالي للعبيد من باب المن والتعطف لكونهم كان لهم مقدار، حتى كان لهم خطاب وسؤال، كما قال أبي حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ عليك، قال وذكرت هناك؟ قال نعم باسمك وباسم أبيك، فبكى رضي الله عنه فرح لكونه وصل قدره ذلك، وقد تدمع العينان من كثرة الفرح. يعني ايه؟ يعني الصوفية بيروا ان امر الله وامر رسوله للناس ده من باب التشريف، ان اصبح ليهم قدر يؤمروا، يعني بقوا ليهم سعر، فكونوا يؤمر ده تشريف مع التكليف. فهمت ازاي؟
وعشان كده سيدنا أبي بن كعب لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة الفاتحة، قال أو قال لك اسمي؟ قال نعم اسمك واسم أبيك، فبكى فرحا لأنه وصل لهذه الكرامة. ولذلك قالت ربيعة العدوية أوليس يوبخني ويقول لي يا أمة السوء فعلت كذا وكذا، يعني بتقول لما هيحاسبني يوم القيامة ربنا مش هيوبخني ويقول لي يا أمة السوء، ده في حد ذاته شرف إنه كلمني وبيقول لي بقى ليا سعر، يعني بيكلمني ويوجه لي الخطاب حتى ولو كان باللوم، فده في حد ذاته تشريف. وكذا قالوا نعم قالت ذلك بغيتي، أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بك عما سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. وطبعا الشعر ده في روايات أخرى كثيرة غير هذه الرواية، والله تعالى أعلى وأعلم. أي شيء نصر المظلوم واجب حق طريق أمر الحق الأفراد، نصر المظلوم واجب لمن يستطيع أن يرده، اللي يستطيع يرده واجب في حقه، وإن كنت تستطيع باليد أنت من أهل السلطة يبقى وجب عليك أن تغيره باليد، إن كنت من أهل العلم فوجب أن ترده بالقول والعظم، وإن كنت لست من هذا ولا ذاك فوجب عليك ألا تعاونه على ظلمه، على الأقل إن لم تستطع أن ترده فعلى الأقل لا تكون معاونا له. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.